ايام قليله زياره كانت مهمه جدا للسيده نبيله بكرم للكويت، والناس كلها حست انه من اول ما حصل مشكله لشاب مصري تعرض للضرب هناك حصل تحرك والست الوزيره سافرت. القانون الخاص بتنظيم الجاليات المصريه بالخارج، هل في بنود؟ هل في يعني هيتعرض ليه؟ ازاي احمي الحقوق الاقتصاديه والحقوق الخاصه والاجتماعيه بالمصري الموجود في اي دوله؟ احد مقاييس قوة الدول هو بدفاعها عن يعني أبنائها في الخارج. ولما حد بيبقى عنده باسبور أمريكي كده بيبقى مكتوب عليه نحرك الأساطين من أجلك. صحيح. يعني صحيح. كلمات كده يعني بتعبر عن فكرة حماية حقوق فبالتالي احنا ما تعودناش الحقيقه على الثقافه دي خلال السنوات الماضيه، يعني المصريين في الخارج كانت مهدر حقوقهم على مدار سنوات لا ومعلش يعني كان بيروح ساعات سفارات لما يحصلوا اي مشكله ما يلاقيش حد ولا حد يتواصل معاه يقول لك انا رحت السفاره المصريه هنا عندي مشكله فلانيه ولا حد اتكلم معاه. فده موجود ودي كانت ثقافه يعني معتاده فيما بيننا وكنا متعودين على هذا المشهد. هل ده كان لازم بعد 30 يونيو يتغير؟ وبالتالي احنا داخل لجنه العلاقات الخارجيه احنا ما بيفوتش اسبوع الا ما بيكون عندنا طلبات احاطه متعلقه باحداث لمصريين في الخارج تعرضوا لجرائم معينه، تعرضوا لاعتداء على حقوق ماليه، تعرضوا لاي شيء. تمام. وبالتالي بنلعب بدورنا الرقابي بشكل اساسي انه اي مصري في الخارج بيتواصل معانا احنا بنستخدم ادواتنا الرقابيه في اتجاه وزارتي الخارجيه والهجره عشان نجيب حقوقه. والحمد لله قدرنا نلعب دور كبير في خلال الفترة الماضية إزاء عدد كبير من الحالات، منهم حتى حالات كانت يعني بيتم اختطافهم في ليبيا ويمكن القوات المسلحة في أكثر من مرة تدخلت وقدرت تتواصل مع القوات المسلحة الليبية وتم الإفراج عن عدد منهم. فبالتالي بنعظم من دورنا في هذا الشأن عشان بقى نواجه الثقافة القديمة بتاعت انه الحق حق المصري في الخارج مهدر وانه اي مصري بيتعرض لاي شيء مش هيجد من يدافع عنه. فده لسه دور مش كفاية، محتاجين نلعبه بشكل اكبر ونقوم بيه بشكل اقوى كبرلمان. هل القانون هيبقى فيه بما ان احنا بقى يعني يتشبع ثقافة لدى التنفيذيين انه لا انا موجود في الخارج كقنصل او كسفير هنا لخدمه المصريين وان انا عليا دور في حمايتهم. ممكن القانون المقترح يبقى ينص على بعض البنود الخاصه بده تحديدا الحمايه الخاصه الاجتماعيه والاقتصاديه للمصريين في الخارج. بالتاكيد ده موجود ولازم ان احنا يعني نقدر نحط الاليات الضامنه لحقوقهم في الخارج، واحد ضمانات ده ان هم يكونوا قوه يعني جامعه وانهم يقدروا يتجمعوا، ده اللي اكتر شيء هيحمي حقوقهم وهيقدر يخليهم صوت واحد في مواجهه اي حد بيعتدي على حقوقهم.